سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبتكم تحليه خفيفه بسيطه جدا، خاصه في السهرات الرمضانيه، تحضر بمكونات بسيطه جدا وفي وقت قصير. دونك بلا ما نطولوا نروحوا الخطوات مع بعضنا البعض. دونك هنا البنات واش نحتاجوا؟ نحتاج هنا الى 6 ملاعق من الحليب، 6 ملاعق من السكر العادي، 6 ملاعق من زيت المائده زيت عادي، 2 بيضات، كيس من الخميره الكيميائيه بوزن 10 غرام، فانيلا باش نكهوها، ولا تحبوا تحطوا قشور الليمون، وهنايا الكاس تاع الليمونات تاعهم تاع 220 مليلتر نديروه كامل معمر بالفرينه. دونك انا هذا الكاس اللي وريت لكم يهز 250 مليلتر، دونك انا ما عمرتوش، درت كاس الا ربع. هذا ما كان، دونك مكونات بسيطه جدا. دونك اول خطوه راح نديروها، راح نضربوا شويه البيضتين تاعنا مع طبعا رشه ملح، نضربوها شويه، ومن بعد نضيفوا السكر ونخلطوا مع بعضها مع بعضهم البعض. دونك البنات هنايا نحطوا كميه السكر تاعنا اللي قلنا 6 ملاعق كبار من السكر العادي، دونك نخلطوهم مع البيض تاعنا حتى يولي اللون تاعو شويه فاتح ويذوب لنا هذاك السكر. ومن بعد باش نضيفوا الزيت، دونك هاو اللون اللي تحصلنا عليه هنا هذا. دونك انا واش نديرو، نزيدو 6 ملاعق كبار من زيت المائده، دونك 6 كيفاش تشوفوا عليها. دونك 6 ملاعق من السكر، 6 ملاعق من الزيت، و 6 ملاعق من الحليب السائل. دونك نخلطو مع بعض، نزيدو نضيفو 6 ملاعق من الحليب، حليب سائل. هنايا انا نسيت ما ضفتش الفانيلا في الاول، حتى نسيت فكرتها مع الاخر كي جيت نحط الخميره. دونك نتوما حطوها كي تحطوا البيض حطوا الفانيلا تاعكم. دونك هنا واش نجيبو انطامي هكا ولا غربال باش نحطو، من الاحسن انه نهويو الفرينه تاعنا. كل ما نجيو نديرو جينواز لازم ولا نديرو موسكوت، ولا من الاحسن انكم تهويو الفرينه تاعكم باش الكيك تاعكم يجيكم خفيف. دونك هنايا حطينا الفرينه تاعنا وضيفنا فوقها كيس من الخميره الكيميائيه بوزن 10 غرام عفوا. انا نعاود حطيت الفانيلا، قلت لكم بلي نسيت عليها في الاول، ما تلومونيش عود رمضان، دونك الواحد هو داخل. دونك هنايا نحطوا الطحين تاعنا، دونك كنا كاس تاع 220 مللتر، هذاك الكاس اللي نشربوا فيه الكازوج، كاس عادي دونك اللي نشريوه كامل كي بعضهم، دونك الاغلبيه يجيو بنفس المقدار كاس اللي يكون كيلو بها اون جينيرال الحلوه. دونك هذاك 220 ملل نحطو كاس معمر، سينو انا عندي الكاس اللي استعملت 250 مليلتر، دونك درت كاس الا ربع. انا نزيدو نخلطو كامل بالباتور ولا بالمضرب اليدوي حتى هذيك لافارين كامل تخلط لنا. تقولي بنات هاد التحليه خفيفه، خاصه تقدر باغ اكزومبل قبل الفطور هكا ب 10 دقائق ديرها، دونك تحضر في وقت قصير جدا جدا. اهم حاجه انها بنينه بزاف، مكونات بسيطه جدا وسهله، دونك سهله جدا، ما عندهاش هذوك بزاف هكا كيما نقولوا، ما فيهاش بزاف هكا لي زيتاب ولا فيها بزاف هكا الروا كيما يقولوا، دونك سهله نحضرها في وقت قصير. دونك فوالا انا خلطت هنا كامل الطحين تاعي. دونك البنات نجيبوا المول تاعنا اللي ندخلوه للفرن، ندهنوه بالزيت. بالنسبه للقطر تاع المول هو 20 على 30 سنتيمتر. لا حابين ديروا هاكم ان طاغ تاعك، تجيبوا المول تاعكم اللي تفتح لكم على لي كوتي. دونك فوالا نحطوا الكيك تاعنا يطيب على 180 درجة، ما راحش ياخذ وقت بزاف، راح ياخذ ابيبري من 15 ل 20 دقيقة. دونك نطيبوها مليح ونتلاقاو من بعد باش نكملوا باقي الخطوات مع بعضنا البعض. دونك البنات نجيو لا كريم شونتيي تاعنا، انا نستعمل هذه الكريمة السائلة دونك بنسبة 35% من الماتيغ غاز، دونك المادة الدهنية، هذه هي اللي عايشين في كندا، دونك نستعمل هذه ما تجيش سكري، دونك نزيدو لها السكر، سينو طلعوا الشونتيي تاعكم عادي، دونك
كاس حليب كاس شونتي عفوا مع كاس الا ربع من لا كام شونتي باش تجيكم هذيك لا كام شونتي تاعكم تجي شويه ثقيله. دونك انا حطيت هنا زوج ملاعق من زوج ملاعق كبار من السكر ونطلع على كام شونتي تاعي عادي. دونك هاي لا كريم شانتي تاعنا طلعناها، هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. نحطوها في الثلاجه تبردنا مليح ونتلاقاو من بعد. البنات هاو الكيك تاعنا بعد ما طاب. دونك واش راح نستعمل هنا؟ راح نستعمل تقريبا نصف كاس من الحليب. الا حابين هذا الكيك تاعكم يجي موي بزاف دونك تقدروا تستعملوا حتى الكاس الا ربع من الحليب. انا ما حبيتهاش تجي مشربه بزاف دونك استعملت تقريبا نصف كاس من الحليب وذوبت فيه ملعقه من الشوكولا هذه اللي نديرها في الحليب اون بودغ. دونك استعملت ملعقه كبيره ذوبتها معاه دونك نشربوا كامل الكيك تاعنا وهو سخون. دونك نخليوه يتشرب ويبرد لنا مليح باش نجيبو نحطو لا كريم شونتيي تاعنا باش هكا ما تحبطناش. دونك البنات هاو الكيك تاعنا تشرب لنا ومام طون في نفس الوقت برد لنا. دونك انا جبت لا كريم شونتيي تاعنا من الاحسن باش تجيكم ايزيكم هكا الخدمه تاعكم تجيكم كيما يقولوا متوله هكا ومام طون تجي سهله. دونك نحطوها في هكا في جيب حلواني نحطوها ونخدمو الشكل اللي حبيته. دونك ندير انا هنا استفيد اني عملت خطوط دونك هكذا بهذا الشكل. دونك البنات بالنسبه للتزيين انا هنايا اقصي زوج حبات تاع الموز بهكذا بهذا الشكل دوائر ونحطوها. دونك صراحه تزيين بسيط جدا. وعلى دونك البنات هاك الكيكه تاعنا. دونك هنا بالنسبه للكراميل انا استعملت كراميل عادي دونك نشريه عادي. نتوما تقدروا ديروا الكراميل تاعكم في البيت. دونك الوصفه المعتمده دونك كاس سكر نحطوه يدوب فوق النار حتى يتولي لا كولور تاعو يجي تولي لا كولور تاعو دوغي. دونك نزيدوا له ملعقه من الزبده وابخي نحطوا فيه كاس ماء. دونك كاس ماء بارد نديروا فيه ملعقه كبيره من النشا ندوبوا هذيك الملعقه تاع النشا تاعنا ونكبوها فوق هذاك الكاس تاع السكر اللي يكون خد اللون الذهبي ونخليوها فوق النار حتى تعقد ونزينو بها عادي. دونك فوالا انا كسبت اني استعملت كراميل دونك موجود في البيت. دونك هذه هي الكيكه تاعنا البنات كيما راكم تشوفوا فيها. انا واش نقول لكم صدقوني الذوق رائع جدا سهله جدا تحضر في وقت قصير جدا وراح تعجبكم دونك خاصه للسهرات الرمضانيه ولا باقي الايام. دونك انا البنات نخليكم على خير نقول لكم الا كنتو زائرين جدد للقناه ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعي وتدعموني بالضغط على زر الاشتراك والاعجاب وتفعلوا الجرس هكا باش تكونوا على تواصل مع كل جديد. نقول لكم رمضان كريم كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.